سرنجة، مبرد ضوافر، مقص الجلد اللي بيستخدم في الكوافير لما الست بتروح عشان تعمل بيديكير ومانيكير، موس حلاقة اللي بيستعملوه للرجالة لما بيحلقوا لهم دقنهم، طبعا دي كلنا عارفينها وعدت علينا، اي دكتور سنان بيستخدمها لما بيجي بيعمل او بيستخدم اي حاجه او بيعمل لك اي حاجه لسنانك. تقريبا اسمها فورسب، مش مشكله المسمى. برضو نفس الحكايه، كلاب اللي بيستخدم في خلع السنان. كل دي أدوات ممكن تكون سبب في نقل الإيدز من مريض مصاب لشخص سليم. ممكن عند دكتور السنان، عند الحلاق، وانت بتعملي باديكير ومانيكير عند الكوافير، في حقنة بنعيش الحياة طبيعي ومسالمين، وفجأة وصدفة تلاقي عندك والعياذ بالله إيدز. ليه؟ عشان شخص ما عندوش ضمير او عنده ضمير بس ما يعرفش ان عنده ايدز، ينقلك المرض عن طريق الادوات دي، وفجاه تتقلب الحياه وتبقى حامل لمرض الايدز. عارفين يعني ايه ايدز؟ عارفين يعني ايه نقل مرض الايدز؟ نقل دي بقى ممكن عن طريق علاقة جنسية شرعية أو غير شرعية، عن طريق الرضاعة، موس حلاقة، أدوات دكتور الأسنان، زي ما قلنا ممكن مبرد ضوافر، البنت وهي بتعمل كده فجابت دم اتعورتي وبعدين بتستخدمه لزبونة تانية، الزبونة التانية دي هيتنقلك. للأسف اكتشفت إن في كتير ناس أصحاء ومرضى ايدز ما يعرفوش يعني ايه ايدز، ولا يعرفوا خطورة المرض ده. مرض لعين ملوش علاج، اعراضه مش سهل تتعرف. احنا عندنا في مصر حوالي 6882 مريض ومريضة ايدز، منهم 1239 مريضة انثى، الباقي بقى كل ده اللي هم 5643 راجل في مصر حاملين لمرض الإيدز. ده نقلا عن وزارة الصحة، يعني دول اللي عارفاهم الدولة بس، فما بالكم باللي ممكن يكون مصاب بالمرض وما يعرفش، وإحنا عايشين معاه كمان وما نعرفش، وزارة الصحة كمان ما تعرفش. وعلى فكرة مصر مش من الدول اللي فيها معدلات إصابة بالمرض كبيرة، لكن عشان ما حدش يقلق يعني، لكن بس هو في قلق بس مش للدرجه يعني، لكن مش للدرجه العدد قصدي يعني، لكن احنا برضو لازم برضو نقلق شويه يعني، يعني نحافظ على نفسنا ونخلي بالنا من حوالينا. لكن العدد المصاب الموجود هو في حد ذاته قنابل موقوته. ليه؟ لانهم ممكن ينقلوا المرض بسهوله لعدم وعي المريض وغير المريض. المعلومات الطبية بتقول إن المرض ما بيتنقلش عن طريق المعايشة اليومية مع المصابين، يعني لو قابلت مريض إيدز وسلمت عليه وكلت معاه وحضنته وبوسته وركبت معاه عربية جنبه جنبها، مش هيتنقلك المرض. لكن طبعا ما يمنعش إن الناس ما تخافش أو تبص للمريض الإيدز نظرة خوف منه، والنظرة دي ممكن تجبر مريض الإيدز ما يقولش بقى إنه مريض. في حلقة النهاردة هتكلم وأسأل يعني إيه إيدز وبيتنقل إزاي ونتجنبه إزاي، وهقول لكم على حاجات خطيرة جدا موجودة في بيوتنا وإحنا ما بنحترسش منها. في حلقة النهاردة معايا ناس مصابة بالإيدز هيحكوا قصة مرضهم
وخلال ما هتسمعوا القصص دي هتعملوا حساب لحاجات كتير في حياتكم عمركم ما كنتوا بتركزوا معاها وفيها. أرجوكم ركزوا في الحلقة كويس، يمكن تطلعوا بمعلومة تحميكم وتحمي أسركم وولادكم بعد الشر عليهم من الإصابة بالمرض. وفاصل ونعود.